السلام عليكم، اهلا بيكم معانا في قناة بيتي بيتك. النهاردة بإذن الله هشرح لكم تلاجة LG، تلاجة LG 14.2 قدم. هشرحها لكم بشكل مفصل، وكمان في اخر الفيديو هقول لكم على المكان اللي ممكن تشتروا منه التلاجة وما يكونش فيها اي خدوش ولا اي عيوب. مكان مضمون، عشان دايما الناس بتسألني المكان، عايزين مكان مضمون نشتري منه الاجهزة. فانا هرشح لكم في اخر الفيديو ان شاء الله مكان تشتروا منه الاجهزة. لينا الاول نشوف مع بعض مواصفات التلاجة. التلاجة 401 لتر 14.2 قدم، بطاقة كفاءة الطاقة ايه، يعني اعلى كفاءة واقل استهلاك للكهرباء. الاستهلاك الشهري للموديل ده 22 كيلو وات في الساعة. التلاجة فيها شاشة ديجيتال، بتقدري تظبطي منها درجة الحرارة من غير ما تضطري تفتحي الباب. التلاجة طبعا زي ما احنا شايفين المقابض بتاعتها بلت ان بالطول، عكس تلاجة بوش اللي هي بتبقى البلت ان بتاعتها من الجنب. خلينا نشوف مع بعض الاول الفريزر. جينا فتحنا الباب بتاع الفريزر، هنلاقي الفريزر فيه 2 رف. طبعا تلاجة بوش كان فيها رف واحد. كمان الرف هنا اكريليك. لو جينا نشوفه من جوه الفريزر، فيه فتحات تهوية اكتر من تلاجة بوش. تلاجة LG هنا معانا فتحات التهوية اكتر شوية، جاية بالطول من قدام الفريزر بتاع التلاجة ومن الظهر. كمان هنا التلاجة فيها رف واحد، فيها رف واحد برضو ازاز. تعال شيل المشمع ده كده. كمان شايفين في فتحات تهوية من تحت. يبقى احنا عندنا هنا رف واحد، تلاجة بوش جوه كان فيها 2 رف. حطي كريم الفريزر. نفتح كده الكابينة من تحت، برضو عندنا الباب بلت ان. باب التلاجة فيه 4 رفوف. الرفوف بتاعت التلاجة هنا مقاساتها مختلفة، يعني عندنا الرفين اللي فوق قريبين من بعض شوية ومقاساتهم ليهم مقاس واحد. الرف اللي تحت المقاس بتاعه اكبر شوية وابعد شوية. الرف اللي تحت خالص كنس جدا وصغير جدا عشان الاستخدامات المختلفة. طيب نيجي هنا للتلاجة نفسها. التلاجة زي ما احنا شايفين الاضاءة بتاعتها من الجنب، تمام، الاضاءة ليد من الجنب. كمان الرفوف بتاعت التلاجة 3 رفوف، رفين الاول والرفوف ازاز مش اكريليك. الرف التالت تحت عند الدرج، ده فوق الدرج الاولاني. التلاجة ليها درجين، الدرج الاولاني ده بيتحط فيه مثلا السمك واللحمة لما تيجي تطلعيهم من بالليل عشان تطبخيهم تاني يوم، بتحطيهم ممكن في الدرج ده. الرف اللي تحت ده للخضار وللفاكهة ومقسوم 2، تمام. التلاجة تحت كل رف فيه فتحات تهوية. عندك هنا الإضاءة من ناحيتين عكس تلاجة بوش اللي كانت فيها الإضاءة من فوق بس، هنا الإضاءة من الجنب وكمان من ناحيتين. وزي ما قلت لكم ان احنا هنرشح لكم المكان اللي هتشتروا منه الجهاز، مكان مضمون جدا، الأجهزة بتوصل لك بطريقة سليمة جدا، ما فيهاش أي خدوش، مكان مضمون جدا. هنسيب لكم العنوان في آخر الفيديو، وكمان هنسيبه لكم في أول تعليق. اما بالنسبه لعنوان المعرض، فاحنا هنا في معرض الجندي اسكندريه في كامب شيزار على شارع بورسعيد، تدي ظهرك للبحر. الشارع اللي على قمته بن الحبشي وصيدليه طيبه، هو في وش صيدليه طيبه بالظبط. كمان المعرض عامل خصومات حلوه جدا، عامل لنا خصومات باسم القناه، يعني لو رحتي قلت لهم ان انت جايه من قناه بيتي بيتك بيعمل لك خصومات كويسه جدا وبيبيع لك المنتجات بافضل الاسعار. اتمنى اكون قدرت افيدك. لو استفدتوا معانا دعمونا بلايك، اشتراك، كومنت محفز، والسلام عليكم ورحمة الله.